اهلا وسهلا بيكم في حكاية جديدة من حكايات رحلات تكتشف بلدك. تمثال الفلاحة. التمثال ده اللي عمله الدكتور عصام درويش. التمثال ده موجود في بورسعيد. دكتور عصام درويش عمل اعمال فنية كتيرة جدا وتماثيل كتيرة جدا منتشرة في ربوع مصر. بتبدأ القصة ان محافظ بورسعيد بيطلب من النحات عصام درويش ان هو عايز يعمل عمل مهم جدا في المكان ده بالتحديد. والمكان ده بالتحديد بيطل على ناصية العالم. بورسعيد لأي حد حابب ان هو يجي عن طريق البحر فهو ما بيشوفهاش بورسعيد، هو بيشوفها مدخل مصر. فبورسعيد بتمثل مصر في المكان ده، فكان لازم يتعمل تمثال بيمثل مصر. وجهة نظر الفنان عصام درويش ان هو شايف ان كل المجتمعات او معظم المجتمعات في دول العالم لما بيجي يعمل تمثال بيعبر عن البلد، فكان لازم التمثال يكون لامرأة. مفيش مجتمع عمل تمثال رجل بيعبر عنه. الشكل اللي حضراتكم شايفينه للتمثال ده هي امرأة على شكل ملكة مصرية وشايلة بايديها الاثنين قرص الشمس، قرص الشمس المجنح. بالنسبة للأسطورة المصرية القديمة ان قرص الشمس المجنح بيعبر عن الأمان والحماية لمصر. وكمان لكل اللي جاي على مصر. بالنسبة بقى لقاعدة التمثال هنلاقي مرسوم عليها مجموعة لوحات، ومجموعة اللوحات دي بتعبر عن حفر قناة السويس. التمثال ده اتعمل من البرونز. قاعدة التمثال 12 متر وارتفاع التمثال 21 متر وهو أطول تمثال موجود في مصر.